الإطعام بتعنى بتمكين السيدات من الأسر الفقيرة على أساس أنهم يصبحوا قادرين على إطعام أسرهم ويعملوا على دخل مادي يدخل للأسرة شهريا. فإحنا بنمكنهم على هاي المشاريع، حتى أنه الست تسوق مشروعها بتحتاج لنافذة تسويقية. إحنا من دورنا كإطعام بنشبكهم مع السوق المحلي ومع المولات والأسواق كنافذة تسويقية، بالإضافة إلى البازارات والمعارض. المبادرة فادتني بأنه يعني نشرت فكرة مشروعي، والحمد لله صار في عندي يعني كمية التسويق اللي صارت عندي الحمد لله صارت في جميع في أغلب المحافظات الموجودة في المملكة. في عندي تسويق في العقبة، في عندي تسويق في الزرقاء، في الطفيلة، وفي عندي تسويق في عمان كمان، والحمد لله رب العالمين. يعني المشروع عم بكبر شوي شوي. استفدت اني يعني صرت انتج واساعد اولادي بالدراسه، ويعني بساعد جوزي بمصروف البيت. انت عارف يعني ساعه الحياه كيف صارت صعبه. منتجات اول شيء مخللات، المربيات، الاجبان، الالبان، السمن البلديه، جميع انواع المعجنات والاكلات الشعبيه. كتير حلو انك تلاقي ابداعاتك اللي انت عم تشتغلها وعم تنتجها في البيت، الناس عم بيقبلوا عليها وعم بيشتروها وعم بيستخدموها. عندنا تطريز فلاحي باشكال شبابية بتقبلوها الشباب والأمهات الشابات بمناسبة عيد الأم،